عايزين نعرف يا دكتور ايه معنى النميمة حسب ما موجود في الكتاب المقدس؟ ايوه، هو الحقيقة النميمة من الخطايا اللي يكرهها الرب تماما، والنميمة خطية مألوفة. النميمة مشكلة مركبة، مش مشكلة واحدة، مشكلة لسان ومشكلة قلب ومشكلة عقل، التلاتة مع بعض مرتبطين، فينتج عنها ان انا اسيء الى قريبي في عدم وجوده، اسيء الى الشخص الاخر في غيابه، اغتابه من الخلف، اتكلم عنه كلام كذب، اتكلم عنه كلام يسيء اليه، اتكلم عنه كلام يحط من مركزه ويضع من صورته ومن هيبته لكي اظهر بري انا مقارنة به. النميمة بتدل على كراهية وبغضة من الإنسان النمام. هي مش بس مشكلة كلام، الناس بتفهم أن النميمة خطية لسان، لا، دي خطية لسان وخطية قلب وخطية عقل، لأن أنا بختار الوقت المناسب اللي أتكلم فيه في غيابه. يعني النمام لو حب يجيب سيرة واحد هو مش بيحبه هيتكلم عنه سواء بالكذب أو بكلام فيه مبالغة عن أمور سيئة، بس قدام مين؟ قدام حد يزعل منه، قدام حد يهمه أن صورته تكون وحشة قدامه. مثلا لو واحد نمام في العمل بيحقد على زميله الأنجح منه، خد درجة وأنا ما خدتش، اترقى وأنا ما اترقتش، هو أشطر مني في العمل، هو ده اللي أنا هنم عليه. محدش بينم على الخايب ومحدش بينم بدون حقد، فكل ما يحقد على الناجح هختار وقت يكون في رئيس العمل موجود او المسؤول عننا احنا الاثنين موجود، وابتدي اتكلم عنه كلام يسيء اليه. النميمه خطيه، والحقيقه في مزمور 15 من عدد 1 ل 3 بيقول: يا رب من ينزل في مسكنك؟ من يسكن جبل قدسك؟ مين اللي يقدر يقف امام الله؟ من يقدر يقف امام قداسه الله؟ في واحد ما يقدرش يقف في هذا المشهد، ما يقدرش يسكن في جبل، يقف امامه في جبل قدسه ولا يسكن في مسكن الله، ما يقدرش يصلي صح، ما يقدرش يعبد صح. من ضمن الصفات الذي يشي باللسان، من يشي بلسانه لا يستطيع ان يقف في جبل قدسه. عشان كده النميمه دي تمنعني من الصلاه، تمنعني من العباده، تمنعني من الاقتراب الى الله، بتدل على قلب في حقد، بتدل على مراره شخصيه، واللسان هو الاداه.